إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فقبل أن أبدأ خطبتي أذكركم وأذكر نفسي أن هذه ما زالت صلاة جمعة يعني أحكام الجمعة ما زالت سارية على هذه الصلاة فلا يجوز في أثناء الصلاة أن أرى بعض الإخوة يلعبون بالهاتف أو أن يصورون أثناء الصلاة أو بعض الإخوة يأتي وعورته ظاهرة هذه ما زالت صلاة فلا بد أن تستر عورتك ولا بد أن تقيم صلاتك كما يحبها الله سبحانه وتعالى حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى منك. A quick reminder, this is still a Jum'ah prayer, meaning the ruling of Jum'ah prayer still, you need to fulfill it. So during the salah, during the khutbah, you cannot take off your phone and take videos or play with your phone or answer your phone. You cannot do that during the khutbah. Or some of the people comes to the khutbah while wearing shorts and their knees are outside or their shoulders are outside and these things that you cannot do during the salah. So to make your salah acceptable as Allah subhanahu wa ta'ala loves, then you have to fulfill what Allah subhanahu wa ta'ala told you to do. أما بعد فقد اهتم الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما والعناية بهما. قد قال الله عز وجل في محكم تنزيله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بتوحيده سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جاء ذكر الإحسان للوالدين بعد ذكر التوحيد لبيان قدرهما وعظم حقهما ووجوب برهما كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. Islam, consider kindness towards your parents and taking care of them an important matter. Islam came with orders that maintain the believer to be kind to their and obedient to his parents. Allah subhanahu wa ta'ala, the exalted, said, and we have enjoined upon men to treat his parents well. Allah subhanahu wa ta'ala has gathered the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, the tawheed. And he mentioned right after the tawheed, being kind to your parent, having birr to them. As Allah subhanahu wa ta'ala says, worship Allah alone and associate nothing with him and be good to your parents. وقد قال ذنون عليه رحمة الله ثلاثة من أعلام البر: بر الوالدين بحسن الطاعة لهما ولين الجناح وبذل المال، وبر الولد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير، وبر جميع الناس بطلاقة الوجه وحسن المعاشرة. The Noon said that there are three types of kindness. The first one,
kindness to the parents, being obedient, lowering one wings to his parents and spending on them. The second, to be kind to your kids by disciplining them and directing them to the goodness, to goodness and kindness to all people by having an inviting face and a good interaction with them. وبر الوالدين كما هو معلوم سبب في مغفرة الذنوب والخطايا. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان والبخاري في الأدب المفرد من حديث طيسلة قال كنت مع جماعة النجدات جماعة من الخوارج فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذهبت إلى عبد الله بن عمر وقلت له يا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إني أصبت ذنوبا لا أرى إلا أنها من الكبائر فهل لي من توبة فقال له ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة أتخشى من النار وتحب أن تدخل الجنة قال إي والله إني أفرق من النار وأحب أن أدخل الجنة قال إذن فألن قال ألك والدان قال عندي أمي قال ألن لها الكلام وأطعمها الطعام تدخل الجنة بسلام ما اجتنبت الكبائر. Being kind to your parent is one of the reason for forgiveness of your sin. As Imam Bukhari narrated in his book Al-Adab Al-Mufrad, that a man, his name is, he was known by Taysalah. He came to Abdullah ibn Umar and he said, I was among a people of they called An-Najadat. And I committed sin that I see them as major ones. Do I have any way to repent to Allah subhanahu wa ta'ala? So Abdullah ibn Umar told him, are you afraid from hellfire and you wish to be among the people of Ahlul Jannah? He said, yes. He said, is your parents alive? He said, I have my mother. He told him, therefore, soften to her your speech, feed her, and you will enter paradise so long as you avoid the major sins. وقد روى البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له يا ابن عباس إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت فقتلتها فهل لي من توبة فقال له أمك حية أمك حية قال لا قال إذن تب إلى الله والزم عمل الصالحات فذهب الرجل ومضى فجاءه عطاء بن يسار وقال عطاء بن رباح وقال له يا ابن عباس لما سألته عن أمه قال لأني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين ليس هناك عمل أقرب إلى الله عز وجل من برك بوالديك. Imam Bukhari also narrated in his book Al-Adab Al-Mufrad that a man came to Abdullah ibn Abbas and he said, I asked for a woman's hand to engage with her and she refused me. Another man came and asked her and she accepted. So I felt jealous and I went and I killed her. Do I have a way to repent to Allah subhanahu wa ta'ala? He told him, is your mother alive? He said, no. He said, then repent to Allah and continue in doing good deeds. The man left and Ata went to Abdullah ibn Abbas and he asked him, why did you ask him about his mother if she is alive? And he said, because I do not know any other action that is dearer to Allah subhanahu wa ta'ala than being kind to your parents. وهذا العلم والفقه الذي جاء به الصحابة إنما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح كما عند الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم
قَالَ فَبِرَّهَا. This great knowledge, they took it from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. One time a man came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he was asked that I committed a major sin and I want a way to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wasallam asked him, is your mother alive? He said no. Then he asked him, is your aunt alive? The sister of your mother? He said yes. Then he said, be kind to her. Be kind to her. وَلَقَدْ عَلِمَ الصَّحَابَةِ وَعَلِمَ مَنْ بَعْدَهُمْ عِظَمِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِابْنِ عُمَرْ وَهُوَ فِي الْحَجِّ يَحْمِلُ أُمَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرْ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ هذه أمي حملتها على ظهري وكنت لها بعيرها المدلل ولم أذعر عندما تذعر ركبان فهل جازيتها يا ابن عمر؟ قال لا والله لا والله ولا بزفرة من زفراتها ولا بطلقة واحدة من هذه الطلقات التي تألمتها أمك حين إحضارك إلى الحياة. A man on the time of the Sahaba, he came carrying his mother on his back to perform Hajj. And he passed while doing Tawaf by Abdullah ibn Umar. And he asked him, he told him, this is my mother. I carried her and I was for her like her pet camel. Did I repay her? I carried her more than she carried me. Did I repay her? Abdullah ibn Umar said, no, not even by one single pain that she passed through while delivering you. Not even by that. Ali ibn al-Husayn كان شديد البر بأمه وكان إذا أحضر الطعام لها لا يأكل حتى تشبع فإن شبعت أكل وقال قد كانت لا تأكل حتى نشبع والآن أنا لا أكل حتى تشبع وفي يوم من الأيام سئل لما لا تأكل معها في صفحة واحدة فقال إني والله أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها عين أمي فأكون قد عققتها بذلك. علي بن الحسين, he was well known that he is among the kind of to his mother. One time he used to prepare food for her and he will never eat and fill up his stomach until she filled up her stomach. And he will say, she used to do that when we were kids. She used to feed us first, then she will eat after us, and we should do the same now. One time he was asked, why you don't eat with your mother in the same plate? And he answered, because I'm afraid that my hand should reach a bite that my mother already looked at that bite and she desired it, and I will be considered among the unkind to his parent. Subhanallah. Al-insan qad yara ahyanan abwab al-khayr wa ya'taqid anna Allah subhanahu wa ta'ala qad fataha alayhi min abwab al-khayr fayashghalu nafsahu bi'amal hadhihi al-khayrat وينسى أو يتناسى أن من أبواب الشيطان التي يطرق بها العبد أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل ومن ذلك أن تتغافل برك بأبيك وبأمك وأنت تعمل الخير فتعتقد أنك على صواب. في زمن عمر بن الخطاب رجل كبير السن اسمه أمية كان له ولد اسمه كلاب. هذا الولد خرج إلى الثغور في سبيل الله, وهذا الأب كبير بالسن وليس عنده ولد غيره, فاشتاقت نفسه إلى ولده فأنشد يقول, لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لو عقل الكتاب أناديه فيعرض في إباء
فلا وأبي كلاب ما أصاب إذا سجعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تصيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السراب. ليس بعد الوالدين أجر تلتمسه. وقال إني لأستعدين على الفاروق ربه. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب استدعى كلابا وقال له أخبرني ما كان منك من برك بوالديك حتى يقول بك مثل هذه المقالة. فقال والله إنه لا يطعم الحليب إلا من يدي، وكنت آتي بالناقة الممتلئة فأربطها بالليل حتى لا تتحرك وآتي قبل الفجر فأحلبها له. فأمره أن يحلب في قصعة واستدعى أمية وهو شيخ هرم، فجاءه أمية ودفع إليه القصعة، فلما أن حمل القصعة قال إني والله لأجد ريح كلابه، فدمعت عيناه وبكى، وبكى عمر بن الخطاب على بكاء هذا الشيخ وقال اخرج يا كلاب وجاهد بوالديك فعندهما الجنة. A man, his name is Umayyah. On the time of Umar ibn al-Khattab, his son left with the army. And he was the only son for his parents. And they were very old and he used to serve them. So he missed him very much. And he used to cry every day because he wants his son back. And one time he said, I will pray, meaning supplicate, against Umar ibn al-Khattab because he took my son away. So Umar ibn al-Khattab, when he heard that, he called his son and he told him, come back. Then he told him, tell me, what you used to do to your parents for them to be in this such connection with you? He said, I used to milk for him every day. So he told him, okay, milk this camel for me and give me the milk and hide yourself. And he called his father. He was a very old man. He gave him that cup that has the milk. When he carried that cup, he said, by Allah, I can smell the fragrance of the hands of my son Kilab in this cup. And he started crying. And Umar ibn Khattab started crying and he called his son. And he came out and he told him, stay with your parents. Don't leave them. By Allah, Jannah is where they are. وبر الوالدين سبب في رضا الله عز وجل. فقد أخرج ابن ماجة والترمذي عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب أو احفظه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين عياذا بالله. Also, it is a reason for Allah's pleasure, as it was narrated by the Prophet sallallahu alayhi wasallam that he said, a parent is the best of the gates of Jannah. So if you wish, keep it or lose it. The Prophet sallallahu alayhi wasallam also said, Allah's pleasure results from parents' pleasure. And Allah's displeasure results from parents' displeasure. أمية بن الصلت. وبهذا أختم خطوة الأولى. كان له ولد عق به، وإنما أذكر هذا لأن الوالد إذا بلغ منه السن فإنما ينتظر من ابنه ما ينتظره، وتأبى عليه كرامته أن يسألك
أحيانا المسألة وينتظرها منك، ينتظر منك أن تفعل ذلك من وحدك، فهو يرى أنه قد بلغ في إكرامك وقد أدى الذي عليه، وإنما عندما بلغت السن والغاية التي أرادها لك إنما ينتظر منك الآن رد الجميل. فأمية بن الصلت هذا كان له ولد عاق، فلما رآه ودعا له ولكن لا يستجيب أنشد أبياته المعروفة: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة أصابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيها إليك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعلم، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. I'm telling you this because the parents, they need you when they get aged. They wait for you to pay them, to be good to them. They don't ask you for things. Their dignity refuses to ask you sometimes for things that they are in need for it. But they are waiting for yourself to do it by yourself, because they've done everything that they can and everything they could for you to get to this age, for you to get married and have kids, to have your own business, to be a respectable man. It is all because of your parents. And now when they aged, they need you the more. They are waiting for you to pay the debt that you have over your neck for them. So do it by yourself. And use the gates of Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala opens for you. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the kind to their parents. Allahumma ameen. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اصطفى، وبعد. فقد أخرج النسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أردت الغزو في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. A man came on the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم to ask him for permission to go outside for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he asked him, is your mother alive? He said, yes. He said, then go and be with her and be kind with her, because indeed the Jannah is underneath her feet. وبر الوالدين سبب في دخول الجنة. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه في الجنة وسمع قراءة، فسأل: قراءة من هذه؟ فقالوا: هذا هو النعمان بن حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. It is a reason to be in Jannah. As the Prophet صلى الله عليه وسلم, one time he saw a dream that he is in Jannah and he heard the recitation of a man, and he asked, who is this man? He said, this is Al-Harith ibn Nu'man. So he said, this is because of him being kind to his mother. من فرط فعليه أن يغتنم الفرصة ما داما على قيد الحياة. إن أبكيتهما فاذهب إليهم وأضحكهما كما أبكيتهما. إن تسببت بالغم في يوم لهما
فاذهب وكن لهما سببا للسعادة وإن ماتا فأسأل الله عز وجل أن يتغمدهما برحمته. وإنما يظهر حقيقة البر عند موت الآباء، فقد يبر أحيانا الابن أباه مجاملة ليقول الناس هو بار، لكنه إذا مات تبينت الحقيقة وبان الإنسان البار على حقيقته. فكيف يبر الرجل أباه بعد موته؟ قد أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. If you committed, if you were short in being kind to your fathers, to your parents, to your father and mother, it is time for you to go back now and make them happy again. If you made them cry, make them laugh today. If you wronged them, go and set everything right back. If they passed away, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them with His mercy. Allahumma ameen. Is there a way to be kind to your father and mother after passing away? Yes, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, a man came to him and he said, O Messenger of Allah, is there any obedience to parents left that I can show to them after their death? He replied, yes, to pray for them, to supplicate for their forgiveness, to fulfill their promises after their death, to maintain the ties of kinship which cannot be maintained except through them, and to honor their friends. أسأل الله عز وجل أن يرحم أبوينا كما ربيانا صغيرة. أسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمد لهم في عمرهم من كان منهم على قيد الحياة وأن يرزقنا برهم وأن يرزقنا برهم وأن يجعلنا وإياكم من البارين ولا يجعلنا ممن يأتي يوم القيامة قد رغم أنفه لأنه أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يكونا سببا في دخوله الجنة. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.